Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir dersimiz olacak. Bu dersi başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarımız haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. اليوم راح نشوف المعاني المختلفة لكلمة واحدة واللي هي دويماك. كلنا نعرف انه دويماك معناها السماء، ولكن المعاني الاخرى ربما يكون البعض فينا لا يعرفها. فمثلا نقول لك سيني دويدوم، سيني دويدوم، سمعتك. هذه بالنسبة للسمع. وعندها معنى آخر اللي هو الإحساس أو الشعور. فمثلا نقول لك غرور دويماك، غرور دويماك أو غرور دويورم. غرور دويماك هو الشعور بالافتخار أو الإحساس بالافتخار. فلما نصرفها نقول غرور duyuyorum. İlgi duymak. İlgi duymak. Yani şuur bi el ihtimam. İlgi huwa el ihtimam. Duymak. Kultu huwa el şuur ev el ihsas. Acı duymak. Acı duymak. El şuur bil elem. Acı huwa el elem. Duymak. Mesela ma kult el ihsas ev el şuur. رح نعطيكم معنى آخر لكلمة دويماك واللي هو الشم. مثلا نقول لك كوكو دويماك، كوكو دويماك. كوكو هي الرائحة، دويماك جاءت بمعنى الشم. فممكن يقولوا لي البعض أنه كوكلاماك هي الشم. نعم، كوكلاماك أيضا معناها الشم. ويوجد كلمات أخرى في نفس، يعني كلمات مختلفة في نفس المعنى اللي هو الشم، ليست كلمة دويماك فقط. عندي في الأخير كلمة متشابهة مع دويماك واللي هي دويماك. لاحظتم قلت دويماك لأنها تكتب بحرف أو وليس أو، فهي دويماك وليس دويماك. فرق ما بين أو و او. اذا فهذه الكلمه نستخدمها لما مثلا تكون تاكل ويقول لك الشخص ما يعني زيد كل، ف او كل مره ثانيه، فتقول له دويدوم. دويدوم معناها شبعت. لكن يوجد كلمه اخرى اللي يحصل اختلاط ما بينها وبين كلمة دويدوم اللي هي توكوم. توكوم معناها هذه الكلمة تقال لما تكون شبعان، يعني لما يعرض عليك شخص مع الأكل تكون أصلا شبعان فتقول له توكوم.